السلام عليكم. لي بار ار تي 90 طن وتوجد 100 طن. 90 طن تيليسكوب تاعها يدوي و 100 طن اظن مش متاكد تستطيع برمجه تاعها. معلومات تاع هذه الرافعه شحيحه جدا. راه واحد الانسان رسل لي فيديو نشرح نشرح لكم فيه بالتفصيل ويتوجد اشياء ما تكلمش عليها. نتكلم عليها انا بعد ذلك بالصور. مثال الوزن المضاد تاعها هذا يستعملوا خارجيين، تستعملوا من الخارج ما فيهاش من الداخل. ندير فيديو يمشي ونشرح لكم بالتفصيل. بسم الله. هذا هو جهاز الكمبيوتر تاعها، مثل جهاز يشبه جهاز الكمبيوتر تاع الرافعه الاولى اللي تاع الطريق، رافعه تاع الطريق. نجيكم هذه الجهه اليمنى، عندنا انزال الحبل، اصعاد الحبل، اصعاد السهم او ادخال التلسكوب، انزال السهم او انزال ادخال التلسكوب. نجيكم لهذه، هذا اخراج التلسكوب الكبير وحده فقط. عندما يخرج ينتهي من الخروج يخرج ثلاثة صغار، عندما تلغيه يخرج ثلاثة صغار فقط. اللي بجانبها تخير لك من المرفق هذا الايمن تخرج التلسكوب، واللي بجانبها تخير لك السهم، معناتها تستطيع اخراج السهم او التلسكوب. هذوك اللي بجانبهم خاصين بالاضاءة، هذه اونتري تشبه تاع جهاز الكمبيوتر. اللي بجانبها تطفئ الجرس والسلحفات ومكبح الهواء. هذيك تاع الخاصة بالعجلات تاع الطريق، هذيك الأولى تاع الطريق، وذيك رقم 2 تاع وسط المعمل، ورقم 3 تاع السلطان، والرابعة ورقم 4 تحكم لك في العجلة الخلفية فقط. هذيك الأسفل خاصين بالدفع الرباعي، بعد ذلك نفهمكم فيها بالتفصيل كي لا يأتي فيديو طويل. نجيو للجهة هذه، راه هذه راه الصورة غير واضحة، نمررها باش ما يجيش الفيديو طويل. نجيكم لهذه الجهة، هذه الجهة اليسرى، هذا هذه الجهة اليسرى. نبدا لكم الجهة اليسرى، عندنا اخراج التلسكوب او ادخاله، او الحبل الثاني اخراجه وادخاله، الدوران يمين والدوران يسار. بالنسبة للحبل راك تتخير هذا الازرار لهنا، هذه مكبح الدوران. ومثال هنا راه مخير التلسكوب، ان اردت تستعمل حبل ثاني تضغط على الحبل الثاني. كما راكم تلاحظون هنا مكاتبين راسمين، هنايا راسمين التلسكوب، التلسكوب وحبل ثاني. دائما رافعات اللي فيهم حبلين تستطيع مرفق التحكم الايمن والايسر تحكم فيهم، يا تلسكوب يا سهم الايمن والايسر، يا تلسكوب يا حبل ثاني حسب الحاجه. الرافعات اللي فيهم تلسكوب حبلين. هذيك الام بي خاصه بالاسهم المساعده، عندما تستعمل اسهم مساعده وما يصعد لك السهم استعمل ام بي، او عندما تستعمل الحموله الثقيله لكن احذر نفسك ما تزيدش فوق 90%، ما ندخلش في التفاصيل تاعها. هذيك اضاءه العوارض، نقصان دورات المحرك، زياده دورات المحرك، اطفاء المحرك، هذه خاصه بالعوارض. هذه تخرج لك العوارض وهذه تدخل العوارض، تدخل العوارض وتخرج العوارض. الشرط يكون الضوء مشعل اخضر، وهذيك تصعد الارجل وتنزل الارجل، وتتحكم فيهم بالهذون الرقم 2 و3 جهه، 3 و4 جهه اليسرى و2 و1 جهه اليمنى. تستطيع تختار بالاربعه ولا بالواحد الارجل. هذه خاصه بالميزان، الميلان الرافعه 0.5 و2.5 و5 درجات. تبقى لكم القياده فقط، هذه تحرر مكبح الهواء من هنا وتدفع الامام يدوي دي، وفي الوسط نقطة ميتة، والخلف والأزرار هذوك فيهم بين هذيك أوتوماتيك ويدوي، وهذيك تتغير لك مغيرات السرعة يدوي بالأزرار. بعد ذلك نفهمكم فيها إن شاء الله. نوقف هنا الفيديو ونروح لكم للصور. نبدأ لكم بأول شيء وهو الوزن المضاد. الوزن المضاد قبل لا ترفع الرافعة ترفع لها الوزن المضاد، يكون الوزن المضاد بهالطريقة. هنا راه نازل الوزن المضاد، كاين واحد المسامير التثبيت تركبهم هنا بيدك، ثلاث مسامير تاع تثبيت، ويوجد واحد القطعة تعمل بالكهرباء، ها هي وين تركبها في مكانها بالسلك الكهربائي. هنا راه يصعد في الوزن المضاد، صعد الوزن المضاد. بعد ذلك ها هو وضعية تاع الصعود تاع الوزن المضاد، هنا راه يصعد، ها هو هنايا يصعد من الخلف، ها هنا وزن المضاد. أو هنايا صاعد الوزن المضاد، صاعد الوزن المضاد. قبل ما تنزل الوزن المضاد
تركب دوك ثلاث مسامير اللي تكلمنا عليه. نجيكم ل لهذه العلبه. هذه العلبه تتحكم لك في الارجل من الخارج. ها هو الازرار تاعها، فيها الاضاءه، تشغل المحرك، تطفئ، تزيد دوره محرك، تنقص دوره محرك، الاضاءه هذاك المربع البرتقالي. الارجل تستطيع مثال تنزل بالاربعه او بالواحد بالواحد، تصعد وتنزل، راك تتحكم فيهم بهذا المربع الاخضر هذا. تستطيع مثال تختار في اربعه او اثنان بجهه او حسب الحاجه كما تعرفوا. اما العوار تستطيع اخراج مثال بالاثنان فقط، هنا بالاسفل تستطيع اخراج بالاثنان، على حسب الرسم راهم دايرين بالواحد فقط، دايرين بالواحد. تكلمنا على هذوك، خلاص نجيكم لهذه. هذه خاصة بعلبة سرعة. يعني كنت أتكلمكم هنا على علبة سرعة. شوفوا هذا الخط البرتقالي، هذا السهم البرتقالي هذا، واللي يغير لك بين الأوتوماتيكي واليدوي. دائما احفظوا الرموز، راه في واحد الرمز مرسوم هنا مسننات، وهذا اللي بالأخضر هما اللي يزيدوا، فيها زائد وحدة فيها ناقص، هما اللي يزيدوا السرعة وينقصوا السرعة أوتوماتيكيا. وهذوك اللي الأسفل الدي والآن والآر، هذوك خاصين باليدوي، تستعملهم في المرتفعات وفي ال تكلمنا على علبة السرعة. خلاص هذه كذلك تكلمنا عليها. هذه قلنا تخرج تلسكوب كبير وحده وثلاثة صغار، وهذه تخير لك مرفق اليمين تلسكوب فقط، واللي بجانبها تخير لك السهم فقط. مع أنت تستطيع اختيار المرفق الأيمن، يا التلسكوب يا السهم، الرافعة الدائمة اللي فيهم مرفقين فيهم هذه الخاصية. نجيكم هنا، هذه هذو الأشياء اللي زايدة في هذيك اللي فوق رأسك هنا، هاي وين فوق رأسك، وراه اللي خاصة في الرافعة، هذه اللي تأتي فوق الرأس، فوق رأس الرافعة السائق الرافعة. نشرح لكم فيها وش فيها. شوف كما هنا مثال فيها هذه خاصة، أظن أنها خاصياتها ما تأتيش كامل في الرافعات، تسخين مسبق للزيت الهيدروليكي. هذه إيكو، تستعمل إيكو تاع القيادة الاقتصادية. هذه إضاءة تاع الحبل، وهذه إلغاء الحبل الأول مثال، أو إلغاء الحبل الثاني مثال، هنا لاغي الحبل الثاني. هذه دوران حر، وهذه مكبح الدوران. وش بقى كذلك؟ نجيكم هنايا لهذه. هذه مرفق التحكم الايسر، فيه كذلك دوران يمين ويسار، وفيه حبل ثاني وتلسكوب تحكم فيهم من هذا الازرار. هاو مثال هنا مشغل التلسكوب. دائما الرافعات قلت لكم اللي فيها حبلين، تستطيع مثال من مرفق التحكم الايمن والايسر تختار تلسكوب، مثال الايمن تختار تلسكوب او سهم، والايسر تختار تلسكوب او حبل ثاني، حسب الحاجه تضغط على الازرار فقط. هنا قلنا العوار تكلمنا عليها، هذه قبيل تكلمنا عليها تاع العوار، سمحنا على الفيديو. هذه مثال مكبح دوران، من نبدا لكم من هذه اضاءه تاع العوار اللي فوقها بنفسجي، ديك مكبح تاع الدوران الحر. وهذا هنا راه مختار تلسكوب، مخير تلسكوب، كذلك هذيك اللي بجانبها تخير تختار الحبل الثاني، وهذيك الان بي كذلك خاصه بالاسهم المساعده، مثال كي تركب الاسهم المساعده وما يصعدلكش الحبل تصعدها بالان بي. وكذلك تستعملها في الحمولة الثقيلة، لكن تحذر نفسك ما تزيدش فوق 90%. هذه تاع الجهة اللي تكلمنا عليها. الفيديو راه فيه حوالي 8 دقائق. ان شاء الله راني وريتكم كل شيء. تبقى لكم هذه، هذه راه مثل تاع بي زيرو، تستطيع تتحكم في هنا مثل هذه البنفسجي، برمج فيها الاسهم المساعدة. هذه الاحمر الوزن المضاد تسجلوا وتنزلوا، عندما تسجلوا تركبوا تسجلوا، وعندما تنزلوا تنزعوا. هذه العوارض خارجين 7.48 في 2.69 معترم داخلين، والخضرة هذه تسجل بها الدوران 0 أو 360، وهذه تسجل بها الحبل الأول الحبل الثاني. مثال هذه الحبل الثاني راه لاغيه الحبل الثاني. هذا هو منظر مظهر تاع الخارجي، ما شاء الله رافعة كبيرة وعملاق. هذه كذلك من الداخل تكلمتكم، هذا مسخن مساعد، مسخن ومبرد ومسخن مساعد، تستطيع برمجة تاعه مسبق. هذه كاميرا، وهذا مرفق التحكم الايسر، هذا جهاز الكمبيوتر تاعها. هذه حمولة تاعها القصوى الدنيا كما راكم تلاحظوا، ما شاء الله رافعة ما شاء الله.
ان شاء الله راه حتى فيديو، راني درتكم فيديو وفهمتكم قدر المستطاع. اي انسان عنده استفسار يكلم، وان اخطات سمحوا لي لاني ما قدتش انا في هذه الرافعه، راه صديقي فقط قاد فيها، ساق كان يقود فيها وهو اللي رسل لي الفيديو. وانسان كاش انسان عنده رافعه مثل هذه، من الاحسن انه يجعل الفيديو يستفيدوا منه الناس ان شاء الله. والدال على خير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله.